صباح النسيم بعطر الهدى وشوق النعيم وقاطر الندى. سلام عليكم، عليكم سلام، سلام عليكم، عليكم سلام. الحمد لله الذي فضل طاعته وطاعة رسوله على سائر المحبين تفضيلا، وجعل كلمته وكلمة كل المؤمنين في دفاع عن سبيل الإسلام دليلا. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، خاتم النبيين. السلام عليكم مشاهدينا، حياكم الله، نلقاكم مباشرة من قناة القرآن الكريم عبر هذا الفضاء الرحب. نسعى لإرساء الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة من خلال ما نقدمه من برامج مباشرة وغير مباشرة التي تشاهدونها عبر قناة القرآن الكريم، ومن خلال برنامج سلام عليكم في هذه الصبيحة الطيبة. أنتم على المباشر، ابقوا معنا. بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك فلك الحمد ولك الشكر. حري بنا أن نؤدي شكر يومنا وأن نذكر الله كثيرا ونسبحه كثيرا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. على بركة الله مشاهدينا، نبدأ مجلسنا الطيب هذا اليوم السادس من جمادة الأولى الموافق للعشرين من نوفمبر. الجزائر على غرار دول العالم تحتفي اتفاقية حقوق الطفل والاحتفاء بالإمضاء على هذه الاتفاقية. وفي هذا البرنامج سنستضيف ممثلين عن الهيئة الوطنية لترقية وحماية حقوق الطفولة، والتي ستشاهدونها ضمن ضيف الصباح لهذه الصبيحة. والموضوع نفسه وحول الطفولة في الإسلام، والذي سنحكي عنه بعد هذا الفاصل وركن شفاء الروح. سلام عليكم، عليكم سلام. نرحب بالأستاذ الدكتور الضيف الدكتور كمال توبة، الأستاذ المؤذن والإمام بمسجد الشيخ عبد الحميد بن باديس في مسجد جلواو بولاية البليدة. السلام عليك سيدي، كيف حالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله على كل حال. الحمد لله. موضوع اليوم وموضوع عن الطفولة بمناسبة احتفاء الجزائر بالإمضاء عن اتفاقية حماية الطفولة. هذه كلها قوانين وضعية أمام ما جاء به الإسلام منذ أن جاء قبل 1400 قرن، فقد كفل حقوق الطفل قبل أن يولد، أليس كذلك؟ نعم. بعد بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله. نعم. وصحابته ومن ارتضى صلاة. نعم. دائمة إلى يوم أن نلقى عالم السر. نعم. وأخفى وبعد.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تشرف بلقياكم والحضور والجلوس معكم في هذه الحصة المباركة، سائلي للمولى تبارك وتعالى أن يبارك فيها ويبارك في القائمين عليها. أولا نقف وقفة ترحم وإجلال على أرواح أبنائنا، أكيد أبنائنا في غزة العزة، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يرحمهم وأن يتغمدهم برحمته، الذي فاق عددهم 5000 طفل، 5000 طفل أمام مرأة من العالم رغم وجود كثير من الاتفاقيات. سائل المولى تبارك وتعالى أن يجعلهم يرحمهم ويجعلهم فرطا وذخرا ويجعلهم إن شاء الله لكل واحد شفيع مجاب وحجاب عن النار لوالديهم، كما سأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق آباءهم، آباء وأمهات، يرزقهم الصبر والسلوان وأن يحتسبونهم عند الله سبحانه وتعالى. هذا أولا. ثانيا كما ذكرت الاتفاقية التي بصدد احتفاء بها اليوم في 20 نوفمبر، والتي ربما تاريخها كان قديما، أكيد، ثم في جنيف، ثم تجددت في 1959، والجزائر ضمن من وافقوا على هذه الاتفاقية. على كل حال هذه الاتفاقية الذي يقرأ بنودها وموادها، وأنا اطلعت على بعض البنود، نجد بأن ما من بند موجود في هذه الاتفاقية إلا أن الإسلام كان سباقا، أكيد سباقا. لماذا؟ لأن الإسلام دين عالمي، الإسلام شمولي بطبعه، والإسلام هو ذلك الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لخلقه، والخلق فيهم الكبير وفيهم الصغير، والله سبحانه وتعالى لم يترك ناس بهللة، بل جعل لهذا الطفل الذي وصفه في القرآن الكريم ووصف حبه فطري، صح. قال الله سبحانه وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، نعم. وقال سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، نعم. بمعنى حب الأطفال هو حب فطري، نعم، يميل إليه الإنسان، صح، بطبعه، حتى أننا نجد أن الحياة لا تحلو دون وجود أطفال، أكيد. وبعضنا يسميهم فاكهة البيت، نعم. ولذلك نجد أن الأنبياء كبروا، منهم زكريا عليه السلام، نعم، كان يشعر بذلك الفراغ لأنه فطرة يحب الأبناء، أكيد. إبراهيم عليه السلام فدعا الله سبحانه وتعالى، نعم، دعا ربي عز وجل باش يعطيه ذرية، صح، ودعا قال ذرية طيبة هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، دعاء، الطفل لم يولد بعد، نعم. فالله سبحانه وتعالى يعطي البشارة لزكريا، وهذا سبب من صلاح الأبناء، من صلاح الأبناء الدعاء، نعم، الدعاء للأبناء، نعم، قبل أن يولدوا، نعم، الدعاء، نعم، للأبناء، أكيد. لذلك نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، أنس لما جبت الأم تاعو صابت بأن أفضل القربات تتقرب بها للنبي عليه الصلاة والسلام هو فلذتك بيدها، كان ليعطي وليده، ما كانش ليعطي وليده، ولكنها مدت وليدها إلى خير خلق الله اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، في خير البيوت وهو بيت النبوة، ولذلك لما وضعته بين يدي رسول الله قالت له يا رسول الله هذه صدقة تقبلها مني يخدمك ويقوم على شأنك، بصح واش قالت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت له ادعي له، ادعي له، قالت له ادعي له يا رسول الله باش ربي عز وجل يعلمه، وربي عز وجل يكثر ماله ويكثر أولاده، ما شاء الله. يجوا العلماء يقولوا بعده، يقولوا كان له من الأحفاد 120، ما شاء الله، ما بدعوة الله. النبي عليه الصلاة والسلام، سلام. نعم. بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أثر الدعاء، هذا أثر الدعاء في تربية الأبناء، ما شاء الله. أعود فأقول أن الإسلام هو دين شامل، دين شامل. كامل، أكيد. كما أعطى للرجل حقه وأعطى للمرأة حقها وأعطى للصغير حق وأعطى للكبير حقه، فإنه أعطى للصغير، بل نجد آية عظيمة، قال ربي عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم، الذي وصانا على أبنائنا هو الله سبحانه وتعالى، وزاد النبي عليه الصلاة والسلام زاد وصانا على أبنائنا، واش قال؟ أدبوا أبنائكم، أمروا أبنائكم بالصلاة وهم أبناء سبع،
قال علموا أبناءكم حب نبيكم حب آل بيته وقراءة القرآن. هذه أسباب كلها لصلاح الأبناء. ولما نقول الأبناء نقصد البنات والذكور، البنات والذكور، فالبنت لا يقل شأنها عن الولد، بل إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الهبة لهؤلاء الأبناء أبدأ بالهبة البنت. قال العلماء لماذا؟ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورة، فقال العلماء بأن هبة البنت أفضل هبة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل تربية البنات، من كان له بنتان كان ثلاثة وما تقال واحد، فرباهن وأطعمهن من جهدي من حلالي ومن طيب طعامه، كنا له حجابا عن النار يوم القيامة. إذن هذا الأمر الأول، وهو أن الإسلام دين شمولي، ما ترك كبيرة ولا صغيرة إلا بينها وأحصاها. إذن تربية الأبناء هي تربية ليس من باب النفل، شي نفيلة، هي واجبة. واجبة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم، ونجد أستاذ هذه التربية ربما تكون جهادا بالنسبة للآباء، كما قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هناك نوع من الجهاد. نعم جهاد، بل جهاد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أمسى كالاً من عمل يومه أمسى مغفورا له. فالإنسان هذا الذي يخرج في الصباح الباكر ويقطع المئات من الكيلومترات أو العشرات من الكيلومترات من أجل أن يتحرى لقمة الحلال، هذه اللقمة لمن يحضرها؟ يحضرها لأهله، لزوجته وبناته وأولاده. ربي عز وجل أو النبي عليه الصلاة والسلام يبشر هذا، يقول لك أمسى مغفورا له. وفي حديث آخر قال فهو كالمجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم. وأيضا نجد أن جزاء التربية السليمة أن الله تعالى يلحق الأبناء بالآباء. نعم. أو الآباء بأبنائهم. نعم. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم. وفضل الله عز وجل وفضل عظيم. شوف لما نقرأ في سورة الطور يقول ربي عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم. نعم. الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. نعم. ألحقنا بهم ذرياتهم. ربي عز وجل قد يكون الآباء أحسن طاعة وأفضل قربة لله سبحانه وتعالى، لا يستطيع الأبناء أن يحفوا حفواهم، ما يقدرش يلحقوا الآباء تحهم في الطاعة. طاعة الآباء تكون أكثر من طاعة الأبناء، والجزاء من جنس العمل. يكون الآباء يوم القيامة في مرتبة في درجة من فضل الله سبحانه وتعالى. والذين آمنوا يجيوا الأبناء يتبعون آباءهم ووالديهم في الإيمان في الطاعة في العمل الصالح، بصح ما يقدروش يخدموا كما خدموا والديهم. الآباء يكونون أكثر، يكون في درجة عالية. ربي عز وجل من فضله وش يقول؟ الذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان، جاءوا مؤمنين، ألحقنا بهم ذرياتهم، فضل الله. ربي عز وجل مش أنت يهبطك لوليدك ولا أنا يهبطني لولادي، أولادي طلعهم بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. هذا فضل في الدنيا. بل إن تربية الأبناء هو يعود جزاؤه لنا في الدنيا، ويعود لنا جزاؤه في القبر وفي الآخرة. جاء في الحديث أن الرجل يكون في قبره فتغفر له ذنوبه، وربي عز وجل يطلع له في درجات، فيسأل وش يقول؟ قل له يا ربي منين جاني هذا الفضل؟ منين جاني هذا المغفرة؟ أنا لم أعمل هذا الشيء هذا. وش يقول؟ قل له باستغفار ولدك. بل إن آية نحفظها، ربي يقول عز وجل لما يكبروا الآباء ويصيبهم الضعف والعز، يجي هذا الابن الصالح وش يقول؟ يقول وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة. هذه الكلمة هذه أرحم والدي، هل كل واحد يقولها؟ مش كل واحد يقولها. هو الجزاء من جنس العمل. واش قال ربي عز وجل؟ قال وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة. تربيتك وحسن تربيتك لأبنائك جاب لك المغفرة في الكبر، وجاب لك الرحمة. لأن الطفل هذا لو كمان ربيتوش باش يطيع والديه ويحب والديه ويدعي لوالديه
ويحسن إلى والديه، كيف لما تكبر يدعي لك؟ بمعنى هذه التربية تاعك عاودت ولات ليك اتخاذ القدوة. نعم. نعم، يقول ربي عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فدعاء الأبناء هو من إحسان الآباء لأبنائهم لما كانوا صغارا. أكيد. نعم، ما هي الجوانب التي يجب على الآباء تعليمها لأبنائهم لكي يتربوا تربية إسلامية وفق القرآن الكريم؟ هناك جوانب كثيرة جدا. نعم، هناك جوانب الإسلام التي نعم الإسلام قلنا في البداية هو دين كامل ودين شامل. نعم، الإسلام أمر أولا أو أمر الآباء الآباء قبل ما نهضر على التربية. التربية هذه عندها 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 أساليب، عندها طرق، عندها مناهج باش تربي وليدك أحسن تربية، لأن الأسرة تطير بجناحين. نعم، أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بحسن اختيار الأم أو الزوجة، فقال صلى الله عليه وسلم قال تخيروا لنطفكم. نعم، تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء منكم. نعم، وأنكحوا إليهم، معناها الإنسان لما يجي يتزوج يختار الكفء. نعم، ولما يجي يزوج يختار كذلك الكفء. نعم، لابنته. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولنسبها؟ نعم، فاظفر بوالدينا فاظفر بذات الدين. هذا كامل باش يخلي الأسرة ومن بعد تساعدك على التربية. لماذا؟ لأن الأب ربما قد يقضي مع أبنائه. نعم، ربما ساعات معدودات، وربما إذا كان مسافرا أو إذا كان يعمل في مضرب بعيد ربما يغيب الأشهر ويغيب الليالي الكثيرة. شكون اللي حيبقى في البيت مع هؤلاء الأبناء يراقبهم ويربيهم ويحسن إليهم؟ هي الأم. في الجانب الأول باش تكون عندنا تربية ونكونوا ننجحوا في التربية، أولا نختار الأم. ثانيا أمر مهم هو اختيار الاسم. الاسم الاسم، ولذلك لما نقرأ القرآن الكريم ربي عز وجل يقول على مريم لما امرأة عمران وش قالت؟ قالت ربي إني، فلما وضعتها قالت وش قالت؟ ربي إني وضعتها أنثى. كان يكفي القرآن أننا نفهم أنثى، بصح زادت الاسم قالت وإني سميتها مريم. لماذا ذكرت الاسم مريم؟ مريم في المعنى التاع وما معنى المحبوبة. ما شاء الله. نعم، المحبوبة. فالاسم هذا ويقولوا المسميات تكون دائما تابعة للأسماء. نعم، وإحنا عندنا من باب التبرك أننا دائما الطفل الأول لما يزيد وش نسميه؟ نسميه محمد. صح. لماذا سميناه محمد؟ سميناه محمد تبركا برسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى جاء في واحد الحديث أن المجلس الذي يحضره محمد والطعام الذي يأكل منه محمد هو طعام مبارك وهو مجلس مبارك وهو عائلة مباركة. لما أثر الاسم على صاحبه هكذا هذا الاسم. ثم جاء بعد ذلك التربية والتعليم. والتعليم في البداية احنا ربما ندخل شوية في التخصص. نعم، كاين واحدة النظرية تسمى نظرية ماسلو. نعم، هذا ماسلو نظرية تسمى نظرية الحاجات، دار هارم للحاجات، قسم الحاجات. وهذه الحاجات هذه اللي قسمها هذا العالم الغربي. نعم، هي موافقة للإسلام، بل جابها من الإسلام. واش قال؟ قال الطفل هذا يحتاج إلى خمس حاجيات أو خمس حاجات. نعم، الحاجة الأولى قال كاين هناك حاجة فيزيولوجية، الأكل والشرب والطعام والملبس. ثم تجي حاجة للأمان، حاجة للتقدير، حاجة لإثبات الذات، حاجة اجتماعية. كان نوليو للإسلام نصيبه بأن الإسلام اعتنى بكل هذه الجوانب. الطفل تربيه صحيا، يقول عمر بن الخطاب علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل ليكونوا مؤمنين أقوياء. نعم، أقوياء. صح. المؤمن القوي أكيد أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، الضعيف ثاني في خير، صح. اللي يحبه ربي عز وجل قوي، قوي في جسده، قوي في إيمانه، عقيدته، قوي في علمه. أكيد. قوة، كل القوة. هذا القوة منين تجي؟ لما تحرص وتربي وليدك. كاين جانب آخر وهو أنك وهو ما يسبب المداعبة أو اللعب. وإحنا اللعب هذا ربما كثير منا يحسب بأن الطفل هذا يزيد كبير ما يلعبش. صح. كان هذا الحديث يرويه الإمام الحاكم أو الترمذي عن أنس يقول عرامة الصبي زيادة في ذكائه. عرامة
الصغير زيادة في عقله في الكبر. العرمة ما هي؟ هي الخفة واللعب والنشاط. احنا لما نشوفوا واحد طفل خفيف ويلعب ونشاط وكذا نقولوا قبيح، وبعضنا يجي يرقي له يقول لك راهو يزغد بزاف، رقي له الشيخ. هذه طبيعة، بالعكس هذا ينبئك على أن حالته الصحية مستقرة، وينبئك كذلك بأنه إن شاء الله في المستقبل هذا يكون له شأن، وين شأن؟ في عقله، وشأن في قدراته العقلية كما أخبر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا لك سيدي سمير توب على كل هذه المعلومات القيمة. نلقاك إن شاء الله تعالى في مواضيع أخرى ومواضيع تهم الإسلام والأسرة المسلمة. بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك. مشاهدينا أنتم في رحاب برنامج سلام عليكم، وتتابعون الآن الغذاء في الإسلام. طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبول الدعوة على الطعام وعلى العقيقة وعلى دعوات المؤمنين، فإن ذلك من حق المسلم على المسلم، ويزيد المحبة والمودة والألفة بينهم. وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأكل باليد اليمنى ولا نأكل باليد اليسرى، لأنه من فعل الشيطان. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكل بالشمال، فإن الشيطان يأكل بشماله. رواه مسلم. وإذا كنا أمرنا أن نأكل باليمين ونشرب باليمين، فلا بد أن نأخذ باليمين ونعطي باليمين، حتى نقفل كل باب من أبواب الشياطين. قال النووي: إن كان هناك عذر يمنع الأكل أو الشرب باليمين من مرض أو جرح أو غير ذلك، فلا كراهة في الشمال. قال الطيبي: إن معنى قوله إن الشيطان يأكل بشماله أي يعمل أولياؤه من الإنس على ذلك ليضاد به عباد الله الصالحين. قال ابن القيم في زاد المعاد: لم يكن من عاداته صلى الله عليه وسلم حبس نفسه على نوع واحد من الأغذية، فإنه ضار بالجسم، وكان لا يجمع بين حارين أي ساخنين، ويكره النفخ في الطعام إذا كان حاراً، لأن النفخ من فم النافخ يكسبه رائحة كريهة يعاف لأجلها، ولا سيما إن كان متغير الفم. وأن الأدب النبوي يدعو إلى التأني في الطعام والشراب حتى يصل الشيء إلى درجة حرارته الطبيعية، ولا باردين ولا سهلين، أي كاللبن أو القشدة أو الحساء أو السمن، ولا قابضين كالموالح وما شابه ذلك، ولا غليظين كالأرز أو الخبز الجاف. ولم يأكل طعاما قط في حال شدة حرارته، ولا شيئا من الأطعمة العفنة. وإن الجمع في الطعام بين نوعين متشابهين من حيث القيمة الغذائية وما فيها من بروتين له مضار صحية، من ناحية أن زيادة الكم من أي طعام تسبب أمراضا كثيرة. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل من كل شيء قدم إليه ولا يعيبه، وإن كان لا يحبه لا يقرب منه، كما ترك أكل الضب لما لم يعتده. وهذا يدل على إباحته لأمته، وأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص صريح بالتحريم. وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل بشراهة مثل ما يأكل بعضنا،
ونجد من يأكل حتى تمتلئ معدته بالطعام، فلا يجد مكانا للماء ولا الهواء، ولا يقدر على أن يتحرك من مكانه، كأنما شدت أطرافه إلى الأرض، كأنه لم يبق من الزاد على وجه البسيطة إلا ما قدم له، وقد نسي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. رواه أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. يقول الله تعالى: فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. ومن بين الفواكه التي خلقها الله تعالى أنواع كثيرة من الحمضيات، نتعرف على فوائدها مع ركن الطيبات من الرزق. عليكم سلام. وككل يوم اثنين نرحب بالأستاذ كمال فليسي، الأستاذ مختص في التغذية. السلام عليك سيدي، كيف حالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم، اليوم جئت لنا بأنواع من الحمضيات وهي فواكه موسمية في هذه الفترة. نعم نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والفضل لله أن البلد نتاعنا يعني فيها نسبة معتبرة وكبيرة، الله يبارك، ونوعية رائعة وجودة عالية. نعم. بالنسبة للحمضيات، وكما تشوفي الآن قدامنا، أتيت باليوسفي، يعني جبت الليمون الهندي وبوم معرو بوم بلوموس، كذلك البرتقال، عندنا البرتقال واليوسف نوع آخر من نعم هذه أنواع يعني نتكلم عليها والموسم بتاعها. فتعمدت أن نجيب هذا النوع، نشوفها اللون تاعها مازال يحمل اللون الأخضر، ما خدتش اللون تاعها الطبيعي بعد النضج، وتعمدت نجيب هكذا يعني من بعد نتكلم عليها. والآن نتكلم على الفوائد تاعها إن شاء الله، نتكلم على الفوائد تاعها وكيفاش الإنسان يغتنم هذه الفرصة ويأخذ هذه الفواكه، يأخذها الفواكه الموسمية. يعني كل موسم كي تجي فاكهة موسمية مليح أنه يأخذها في الموسم بتاعها. نعم. شريطة أن هذه الفاكهة يأخذها هي الناضجة. نعم. يأخذها ناضجة. نعم. علاش يأخذها ناضجة؟ يعني ما خليوهاش حتى الأخر، لأن إحنا كي نتكلموا مثلا على هذه الفاكهة هي أبسط الأمور، أي إنسان، أي إنسان حتى وين كانت كان ضئيل الثقافة، يعني أكيد تقريبا منعدم الثقافة، يقول لك فيها فيتامين سي. صح. فيها فيتامين سي، فمعروفة الفيتامين سي، معروفة بمضادات الأكسدة أيضا، فهي يعني تمد المادة الأولية منعشة، وتمد المادة الأولية للجسم تاعنا من أجل المقاومة، يعني قوي له المناعة تاعه طريقة رائعة جدا. لكن شريطة أن هذه المواد هذه اللي أنا نتكلم عليها مضادات الأكسدة ونتكلم على الفيتامين سي، ما راناش رايحين نصيبوها بالكمية الكافية وبالكمية، ويعني ما ناش بعض الأحيان تنعدم وجودها، ينعدم إن لم تكن ناضجة. أكيد، وتسبب ربما نعم. نعم. نعم، وعملية الهضم أي رايحة يعني الجسم تاعنا ورايح يتعافر معه باللغة العامية، ورايح يتعب معه، مدة الهضم أي رايحة أو زيد تكون ناقريسيون، يعني يكون هذه المواد هذه رايحة كأنها هي راح تضر الجدران الداخلية تاع المعدة، تضر الجدران الداخلية تاع الأمعاء الدقيقة، وتضر كذلك الجدران الداخلية تاع القولون. وهذا ما يؤخذ على التجار الذين نعم. يعني يسبقون. نعم. هي الأصل والله، لو كان حتى بالنسبة للشاري كما نقولوا حنايا، لا يعني خليها في مكانها، حتى بالنسبة للتاجر يستنى وقتها. نعم. يستنى وقتها. فبالنسبة يعني كذلك هناك عملية الهضم، وقلنا هناك عسر، لكن يعني نتاج كذلك عملية الهضم كي تكون ماشي في وقتها، هناك غازات كذلك راح تنتج، أهم الغازات هذه غاز الميثان، يعني نشوف أن الجسم تاعنا يكون فيه بالون مو، يكون فيه حتى بعض الفواكه أيضا
تحمل كي تكون صغيرة ماشي فوقتها يعني بعيدة عن النضج بعيدة بزاف، تحمل نسبة من السمية بالنسبة للجسم تاعنا. وهذه شاهدة كثير من الناس ربما كي ياكلها دير له دياري دير له إسهال. الإسهال هذا يدل على أن الجسم تاعها الجسم تاعنا ويقول لك هذه الفاكهة مرفوضة حاليا. علاش؟ لأنها مضرة للجسم فيحدث هذاك الإسهال باش يتخلص منها. لهذا يعني أي فاكهة أي فاكهة نعم وهي كي تكون قبل النضج تحمل قلت نسبة من السمية كوسيلة دفاعية حتى لا تؤكل، تصبر حتى تنضج. علاش؟ لأن حبة البرتقال لو ما نجنيوهاش ما ناكلوهاش راح تطيح وتنبت شجرة واحدة أخرى. صح. فهذه وسيلة دفاعية نتاع الشجرة باش تكمل استمرارية الحياة نتاعها حتى أنها تأخذ اسمها من اللون البرتقال. نعم. نعم. نعم حتى الاستمرارية يعني باش تعيش باش تعيش وتورط يعني ويكون عندها يعني يبقى النوع هذا يبقى يتواصل وجود تاعه متواصل. فلهذا مقبل ما تنضج تكون تحمل نسبة من السمية. نعم. لو الإنسان يزيد يكون نسبة كثيرة كثيرة تقدر يعني تلحقوا إلى ما لا يحمد عقبها وموسمها طويل يعني. نعم عندها موسم تاعها معتبر لكن خليوها ناكلوها وهي ناضجة. على الأقل الفيتامينات المتواجدة فيها تلحقنا. نعم. على الأقل مضادة الأكسدة تكون كذلك تلحقنا كاملة. نعم. نعم تلحقنا وينتفع بها الجسم تاعنا. نشوفوا هذه الفواكه هذه الرائعة جدا ما نديروا لهاش تصنيف يعني نقولوا هذه أكثرهم فائدة ولا نعم. لكن كلها نتفقوا على أنها كلها منعشة يعني رائعة المذاق تاعها رائع. عندنا الليمون الهندي، الليمون الهندي أنا والله أنصح به الناس لما يحتويه من فوائد لأنه يحمل أرمادة مجموعة من مضادات الأكسدة ما نصيبوهاش في الحمضيات الأخرى. نعم. ما نصيبوهاش في الحمضيات الأخرى ون يعني الأمهات مليح كذلك أن بالنسبة للحمضيات أنهم يستفدوا من كل الفاكهة حتى القشور ما يهمش حتى القشور ما يهمش لأن القشور هذا إن لم ينتفع به أكلا لأنه فيه مرورية إن لم ينتفع به أكلا نقدروا نديروه يعني أمور أخرى نحضروه حوايج واحد أخرين يعني نحضروه مثلا نديروه معجون. لكن بالنسبة للمعجون لما نديروه معجون ما لازمش نفسدو بالسكر المكرر. صح. لا الحمد لله احنا هنا متوفر الآن الجزائر متوفر سكر التمر. أو الإنسان كيفاش نخدمه سكر التمر عندنا التمر المجفف هذاك المجفف يكون مجفف مليح نديروه في الخلاط نرحيوه هذه الحكاية نتحصلوا على طحين نتاع التمر اللي هو ما يعتبر ما يسمى بسكر التمر وعن طريقه أيضا عن طريقه وبه ممكن نديروا مربى مثلا الليمون الهندي يعني نديروا القشور فقط قشور. نعم الطبقة الداخلية أو الجوف نتاعه نعم. أو الشومبر نتاعه الغرفة اللي فيها الفاكهة نعم تلك الطبقة البيضاء الشومبر هذيك يسموها الغرفة الداخلية نتاع الفاكهة هذيك كذلك فيها فائدة كبيرة يعني نعم. تحمل سبحان الله نشوفه بالنسبة لمضادات الأكسدة القشرة تحمل أعلى نسبة نعم. ثم تليها الطبقة الداخلية البيضاء يعني الشومبر هذيك ثم تأتي يعني التمرة في حد ذاتها واللي تحصلوا منها على العصير أكيد. فنشوفوا أن مليح أننا نعرفوا كيفاش ننتفعوا إن لم تؤكل هذه القشور هذه يعني تعليم الهندي إن لم تؤكل ممكن نستعملوها على الأقل نديروها في زيت الزيتون نرقدوها في زيت الزيتون مدة 40 يوما خلوها تمصير 40 يوم سوف نتحصل على زيت من أروع الزيوت بالنسبة للبشرة بالنسبة للدوالي كل قشور الحمضيات نعم نعم على رأسهم قلت على رأسهم نعم الليمون الهندي نعم ثم بعده تأتي البرتقال نعم احنا الآن نتكلم عن الليمون الهندي ممكن نستعمله نفس الشيء نعم بالنسبة علاش يعني نركز على الليمون الهندي الليمون الهندي عادة ما يحبوش شيء ياكلوه صح كاش اللي ياكلوه حتى العصير تاعو يعني الكثير من الناس العصير تاعو يديروا له سكر يضيفوا له سكر صح. يعني يفسدوه بالسكر الابيض نعم. يحبذ ان القشره اذا كان مقدرناش ما استصغناش الطعم تاعها ممكن نديروها في زيت الزيتون قلت نتحصلوا على زيت بالنسبه للبشره
بالنسبة هذا الزيت كذلك بالنسبة عندنا الإكزيما، عندنا بالنسبة للصدفية، بالنسبة لطاش برون، بالنسبة للدوالي. بالنسبة للدوالي يكون مساج أسونطو، يعني مع عملية دلك خفيف يكون تصاعدي. لو ندير نعم. نعم لو نديروه نديرو عملية عكسية يكون مضر. كذلك بالنسبة للبواسير نشوفوا يعني نديروا ربما ناخذوا بضعة كيلوغرامات 3 كيلوغرامات ولا ناخذوا بلارة كبيرة نديروها ونخلوها البلارة برك ما نغلقوهاش نخليوها تنفس نديروا لها شاشة من الفوق كذلك باش ما يدخلهاش الغبار خليوها 40 يوم نتحصلوا على زيت رائع جدا خالص. ممكن حتى بعد 40 يوم حتى بالنسبة للزيت هذا يعني ممكن أخذ ملعقة نتاع اللي يقدر يشربوا ملعقة تاع قهوة نعم فهو رائع كذلك رائع جدا. ممكن نفس الشيء نفس هذا الزيت نديره ملعقة نديره ملعقة نتاع قهوة نديره له 3 قطرات نتاع الزيت الأساسي نتاع قرنفل نعم نمدوه للطفل اللي عنده الكراجم منتفخين يدير غرغرة ويبلعه فمن أروع يعني الزيوت اللي يقدر نعم اللي يقدر ياخذها فهو رائع جدا. هذا كله فقط في القشور نعم هذا نعم. في القشور نعم. بالنسبة للب الطبقة البيضاء هذه قلت هاي كمية تقعد مع القشرة وكمية يعني تقعد مع اللب يعني الإنسان مليح أنه ما يقعدش يقشر في البراج هذوك نعم ينقيها كامل حتى ما يشوف حتى خيط ففيها فايدة كبيرة جدا تلك الطبقة البيضاء. الإنسان ممكن بالنسبة للبرتقالة واليوسفي يعني يأخذ البراج هذوك يأكلهم بالطبقة البيضاء نعم. بالنسبة للعصير نعم. كثير من الناس يقول لك كيفاش ناكلها حبة ولا عصير ولا الفرق نعم. بيناتهم هي أن الإنسان لما تؤكل إنسان ينتفع بها أفضل من العصير لأنه إذا كان يعصرها أو رايح نسبة يعني يتخلص من كل الألياف المتواجدة فيها والألياف عندها منفعة كبيرة خاصة بالنسبة للليمون الهندي نعم. عندها منفعة كبيرة جدا بالنسبة للجهاز الهضمي بتاعنا فهذا النوع من الألياف أيضا الغير قابلة للذوبان وهذه عندها فايدة كبيرة أنها تنقص من نسبة امتصاص نتاع السكر في الجسم تاعنا وكذلك تعتبر مكنسة منقية للأمعاء وللقولون تاعنا نعم وتسهل في عملية الهضم أيضا وتسهل كذلك بالنسبة للإنسان يتجنب كذلك الإمساك تسهل يعني تمشي مليح فهذه الألياف رائعة جدا فكذلك للإنسان اللي يحب يأكل هكذا حبها هكذا مثلا بالنسبة للبومبلوموس ولا الليمون الهندي ممكن يدير عصير فهو رائع نعم. وهذه تعتبر هذه كلها مجمولة كبعضها تعتبر من أفضل المنقيات للكبد نعم. نتكلم ربما عن فوائدها بالنسبة لمختلف الأمراض غير الأمراض المعدية نعم نعم هي قلت تنقي الكبد نعم تساهم في يعني عملية رسكالة بالنسبة للخلايا بالنسبة للخلايا نتاع الكبد نشوفوا مثلا عندنا هذا الليمون الهندي مع الليمون بومبلوموس مع القارص معروف أن القارص هادو رائعين من أروع المواد اللي ينقوا الكبد وأيضا نقوا الجهاز البولي نعم. مفتتة للحصى حصى المرارة مفتتة مذيبة ليست مفتتة نعم. أن حصى المرارة تدوب وما تفتش ليس مثل حصى الكلى نعم. مذيبة الحصى المرارة وأيضا مفتتة لحصى الكلى نعم. إلا أن البرتقال كذلك تساهم لكن بالنسبة للناس اللي عندهم مثلا بالنسبة للجهاز البولي اللي عندهم مشكل اللي انت على بروستات بالنسبة للرجال بومبلوموس مسموح ورائع ومفيد الليمون مفيد ورائع بالنسبة للبرتقال جنبه نعم أفضل نعم. أوقات ربما لأخذ هذا نعم بالنسبة نعم. أفضل نعم. أوقات أخذ الفواكه نعم. هي بالنسبة لكل الفواكه ليس فقط الحمضيات نعم. هي مليح أن الإنسان يأخذها جوايه الربعة على الشيا ولا الخمسة على الشيا نعم. أو صباح ما قبل العشاء نعم. لا هي أفضل عشاء. وقت علاش نعم. بالنسبة للمواد هذه فيها نسبة من السكر خاصة بالنسبة للبرتقال نعم. فيها نسبة معتبرة من السكر البرتقال يطلع السكر يعني بالنسبة لمرضى السكري يعني يؤخذ بحذر الإنسان ما يكثرش اللي عنده مرض سكري هي مليح الفاكهة تؤخذ جوايه الخمسة علاش لهنا العصر. لو بيك تاع الانسولين يكون مرتفع في الجسم تاعنا
الإفراز مهم. نعم نتاع هذه المادة هذه اللي هي الانسولين، لو بيك نتاع الإفراز هذا يكون أكبر نسبة تكون مفرزة في الجسم نعم. تاعنا في التوقيت هذاك جوية الخمسة تاع العشية. نعم. هي هنا من أجل التخلص وهضم السكر يعني بسرعة نعم. وبسهولة هي مليح في هذاك الوقت. نعم شكرا على كل هذه التفاصيل وهذه المعلومات. نلتقي الاثنين القادم وفاكهة أخرى ومعلومات مهمة أخرى. شكرا أستاذ بارك الله فيك. مشاهدينا أنتم في رحاب برنامج سلام عليكم. قصر رياس البحر من بين المعالم التاريخية الشهيدة على تاريخ الجزائر، نأخذكم في جولة مع الزميلة نوريا مشيش ونعود بعدها. في أسفل القصبة وعلى واجهة البحر الأبيض المتوسط يطل قصر عثماني المنشأ جزائري التاريخ. هو قصر رياس البحر أو حصن 23 الذي لا يزال شامخا رغم مرور السنين، يروي لنا ثقافات وحضارات قد ولت لكنها تبقى مجسدة في هذا القصر. قصر رياس البحر هو جولتنا اليوم. يتميز قصر رياس البحر بإطلالة خلابة على واجهة البحر المتوسط، حاكيا تاريخ التصدي للمستعمر الفرنسي من خلال المدافع التي ما زالت صامدة تحكي لأبناء الجزائر نضالها وكفاحها من أجل الحرية. الروايات اختلفت حول أصل تسمية قصر رياس البحر، فمن برج الزوبيا الذي شيده الداي رمضان باشا إلى قاع السور لاحتوائه على المدافع التي استخدمها الرايس مامي الأرنوطي أكبر رياس الأسطول الجزائري أنذاك، إلى الحصن 23 بعد دخول الاحتلال وترميمهم للتحصينات التي تملكها الجزائر العميقة. قصر رياس البحر هو اختزال لإقامة الرئيس مامي أرناؤوط الذي كان أحد المقيمين في هذا القصر، إضافة إلى احتوائه على بيوت الصيادين والذين يسمون أيضا كرياس البحر، يسمي بحزم 23 بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر. شهد هذا التجمع السكني الذي يحتوي على ثلاث قصور 18 23 و 17 بالإضافة إلى كما قلنا بيوت الصيادين عدة تحولات على مر الزمن، بعد أن كان مقرا لرئيس البحر مامي أرناؤوط استعمل أيضا بعد الاحتلال الفرنسي كإقامة لقنصلية الولايات المتحدة الأمريكية، ثم تحول إلى مكتبة بلدية، ثم أيضا تحول إلى مدرسة للبنات. بعد الاستقلال تحول هذا المركز إلى إقامة لعديد العائلات، عائلات من الشرق الجزائري، حتى سنة 1980 تم ترحيل هذه العائلات، وتم بداية ترميم هذا المكان منذ سنة 1987 إلى غاية سنة 1994، حيث أصبح في أول نوفمبر مركز للفنون والثقافة قصر رياس البحر. قصر رياس البحر إحدى المعالم التاريخية الضاربة في عمق الجزائر الحضارية، صنف وطنياً عام 91-900 ألف كتراث وطني، وفي عام 92-900 ألف أصبح تراثاً عالمياً ضمن نطاق تصنيف القصبة. يحوي على العديد من النوافذ الصغيرة والمسيجة بالإضافة إلى بيوت البحارة، مصلاً وممرات مغطاة وأزقة. يتضمن هذا القصر ثلاثة قصور، قصر 18، قصر 23، وقصر 17.
قصر 18 يعد من أفخمها، فقد شيد بالحجر المرمر الثمين، شيد ما بين القرنين 17 و18 ميلادي. والمتأمل لزخرفته وديكوره يدرك للوهلة الأولى عثمانية الأصل. قصر 23 يقابل مدخل قصر 18. يحتضن هذا القصر ما يعرف بديوان السلطان، فرغم مرور الأزمنة لا تزال القاعة تحتفظ بخصائصها العتيقة الأصيلة، فسقفها لوحة آية في الجمال، أما أرضيته فهي عبارة عن فسيفساء رائعة تأخذك في رحلة في ذاكرة الحضارة العثمانية في الجزائر. أما القصر 17 فيمتاز بزخرفة معمارية بسيطة إلى جانب بعض الآثار الرومانية. في عام 80-900 و1000 شرعت وزارة الثقافة بترميم القصر ليصبح مركزا للفنون والثقافة، ليفتح للجمهور في عام 94-900 و1000. يبقى قصر رياس البحر شاهدا حضاريا يروي لنا تعاقب الثقافات والحضارات ومجد أمة أشرق طويلا على البحر الأبيض المتوسط. هو الآن عبارة عن مركز للفنون والثقافات ومتحفا يحفظ ذاكرة الأمة، وهو قبلة لعشاق التاريخ. أهلا بكم مشاهدينا، تشهد هذه الفترة في كل البيوت فترة الفروض والتحضير للامتحانات، وتزداد معها ذروة القلق للتلاميذ والأولياء كذلك، وهو موضوع ركن بيت مملكتي. سلام عليكم، عليكم سلام. ونرحب بالدكتورة فاطمة الزهراء حربي في هذه الصبيحة. السلام عليكم. كيف حالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله أختي دلال، تحية صباحية مباركة طيبة، تحية الإسلام للطاقم العامل معك ولأحبتنا وأوفياء البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم، ونذكر بأن الأولياء يمكنهم الاتصال للمشاركة في أكيد. هذا الموضوع، وموضوع اليوم هو قلق الأولياء على أبنائهم في هذه الفترة. نعم، وهي فترة حساسة ربما في أغلب البيوت، هي فترة طوارئ، وارتأينا أن نواصل في هذا الموضوع حتى نلم بكل جوانبه ونلبي حاجة الأولياء، وأيضا تلبية لحاجياتهم وأيضا للإجابة عن الكثير من الأسئلة. حتى أكيد احنا دائما قلنا في بداية الركن في الأعداد السابقة أنه أهمية الاستعداد، وجميل أن نستعد من بداية السنة وإن شاء الله هذا الكوكتيل من النصائح وهذه القطوف والتوجيهية والإرشادية تفيد الأولياء إن شاء الله، مش فقط في هذه الفترة، يعني الآن فترة الفروض والاختبارات، إنما طيلة السنة إن شاء الله، وأيضا استعدادا للامتحانات النهائية إن شاء الله. نعم. أكيد في كل البيوت هي حالة طوارئ، لما نقول فرض، لما نقول اختبار، لما نقول الآن ما بقاش على الإعلان على الاختبارات، والآن الأولياء رم يستلموا مع أبنائهم النتائج تاع الفروض، فهناك من هو راضي، هناك من هو غضبان، هناك من هو يعني متوتر، لماذا تحصلت على كذا وكذا، ويعني يضعون برنامجا أو يتوعدون أبنائهم بنتائج الاختبارات، فإن شاء الله تكون نتائج كلها حافلة وكلها كما يقولوا موسم وفصل الأول يكون عامر بالنجاحات والإنجازات إن شاء الله. لما نتكلم عن قلق الامتحان لماذا؟ هل هذا القلق لما نتكلم عليه هو عادي أم غير عادي؟ صح.
لأنه هذا هو السؤال الذي يطرحه الأغلب فينا. ربما تكلمنا في الكواليس، هل أنا إذا جاءوا الامتحانات نقلق كأب قبل وكابني، هل القلق عادي أم غير عادي؟ ربما في أي امتحان تكلموا على التلاميذ ونتكلموا على الطلبة الجامعيين، نعم. ولا أي إنسان ربما مقبل على نعم على امتحان معين، حتى في الامتحان مهني القلق هو عادي. المشكل وانا راه دلال المشكل في درجه هذا القلق، لانه القلق هناك من العلماء من يقول ان القلق ايجابي يساعد على الانتاجيه اكثر، ربما في علماء الاداره وفي الصناعه في الاقتصاد وغيره يقول كل ما كان القلق كل ما زادت الانتاجيه. لكن اذا كان قلقا كما نقولوا احنا مراقب، اذا كان قلقا يسير معناتها بدرجه معينه، لكن ان زاد عن حده فهنا لا. إذا كان هذا القلق لا أتحكم أنا فيه، إذا كان هذا القلق يأثر علي، يأثر على قدراتي المعرفية، كيف أنا كل ما تعبت وعملت وبنيت وكما أقول وكذا وراجعت في الأخر المطاف بسبب القلق تاعي يروح كل الهباء المنثورة. أنا يا ما كنت نقولهم الأبناء أنا ما تريبوش وش بنيتوا إنجازكم ولا مراجعتكم ولا كذا، السبب البسيط، لأنه يا ما أمهات ربما ما يسمعونا تقول لك وليدي حفظ كلش، كان مراجع كلش، نهار وصل ورقة الامتحان تبانيكا تخلع تفرفش، هذه الكلمات اللي استعملوها، رحلوا كلش ما ولي يشوف والو، ما قدرش يشد السيالة يعني، ولا يرجف، وحده تقول لك لا لا انا نهار الامتحان بدات جه المرض راه يدير بالعاني، يعني كثير من التصورات الان يضعها الاولياء. وكان الان الامهات اليوم يشوفونا وراء الشاشه تقول لك صح عندكم الحق، هذه وربما اكثر من بعض العوارض. لما؟ لانها نتاج لقلق، نتاج لتوتر من الامتحان. ونحن اليوم نريد أن نخرج في خلاصة من خلال هذه الدقائق هي إدارة هذا القلق، وأن نتحكم فيه وأن لا نجعله يؤثر على مردودنا وعلى محصولنا الدراسي في الامتحانات. فبتأول سؤال نسأله علاش نتقلقوا؟ إذا احنا نقولوا يعرف السبب يبطل العجب. من ناحية نفسية في التشخيص نبدأ مرحلة بمرحلة. المرحلة الأولى علاش يتقلق التلميذ؟ القلق عند التلميذ أو قلق الامتحان بالتحديد، لأنه اليوم أنا نتكلم على الامتحانات، لأنه لم يستعد جيدا، ما حفظش، ما قراش، ما كان مهملا. إذا كان آخر فحتى أنا كأم ولا كأب نفهم وليدي القلق اللي راه جاك يا وليدي هو نتيجة لأنه أنت لم تستعد جيدا. فعدم الاستعداد الجيد هذا عادي حيعطيني قلق وتوتر. ربما القلق الآن تاع الامتحانات مش فقط هذا هو السبب، أن وليدي عنده صعوبة مثلا في الرياضيات، صعوبة في مادة علمية معينة أو مادة أدبية ماش متمكن منها. هنا باش نجيري هذا القلق وأحسن إدارته مقبل نحاول نساعده، معناتها هذيك الماده يكتف المراجعه فيها، يحل فيها تمارين، ربما اعراب، ربما كذا، او اذا كانت الرياضيات في حل تمارين اكثر. فانا اذا كان عنده ضعف معين في كش ماده نعالجه الان، مش حتى نهار يلحق ليله الامتحان، مازال بعض الوقت. نعم. ليله الامتحان نبدا كما نقولوا احنا ندوزيلو او نركز اكثر في المراجعه، لا، من الان نشوف وليدي وراهم الصعوبه تاعو، لانه ممكن هذيك الماده اللي ضعيف فيها هي اللي ما حش يختم فيها باسكو يتقلق ويخافها. حتى لبعض الأبناء يقول لك نخاف الرياضيات، نخاف التاريخ والجغرافيا، ما نقدرش نحفظ. هذه الكلمات اللي يستعملوها أبناءنا كأولياء لازم تنتبهوا لها، مش حتى نهار يلحق الامتحان وندخلوا في هذيك الحالة وشبيه وليدي علاش هو مقلق. من الآن أكتشف، ربما من الأسباب قلنا عدم الاستعداد، ربما ضعف بعض القدرات المعرفية أو بعض ضعفه في بعض المواد، من بعض الأسباب عفوا ايضا اللي هي الانتقادات. نعم لدينا اتصال. استاذ مرحبا. مرحبا. نعيمه من ولايه برج بوعري ريش، تفضلي سيدتي. نعم 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 تفضلي، معك الدكتوره في الاستماع. السلام عليكم اخ سلام. السلام. السلام. السلام على الدكتوره. وعليكم السلام وبركاته. موضوع خارج كذلك اسمحوا لي، يعني موضوع الخوف، موضوع الخوف. نعم. عندي اختي كبيره جدا، كبيرة في عمرها 50 سنة، لكنها تخاف كثيرا كثيرا من الرعد وصوت البارود. وهذا خوف ملي كانت صغيرة يعني ولا غير في الفترة هذه؟ ملي كانت صغيرة، وكي كبرت زيت بزيف. نعم. هي يعني ما هو الحل؟ برك تسمع هكذا صوت مزعج تروح هكذا تغلق وزنيها وذيك، ربما يعني ما سقسيك الأخت نعيمة هل زارت طبيب ولا يعني هذه الدرجة تاعها يعني بحدة يعني هذا الخوف تاعها ولا هذه النوبات الهلع اللي عندها جهة بزاف وقوية؟ صورتو قلت لك تسمع البارود أو الرعد، ما تتحكمش في روحها يعني كي تجي هذه النوبة، ما تقدرش تولي هكذا، لا تريد أن تسمع هذاك الصوت هذاك المزعج.
احنا عندنا عاديد صحية هكذا تنكمش في ركن من أركان هكذا وتغلق أذنيها. نجيبك ان شاء الله ونحاول نوجهوها ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يعطيك الصحه دكتوره وبقاي على خير، ربي يوفقكم ان شاء الله. ان شاء الله شكرا جزيلا. يعطيكم الصحه. يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم. شكرا. شكرا. نجيب الأخت نعيمة ونوجهها. نعم. وربما في لحق لأن نخصص موضوعها في هذا السياق. نعم. اللي هي ربما أختها تعاني من نوبات الهلع أو فوبيا للأصوات المرتفعة، ربما نتاج لصدمة صارت لها حاجة في صغرها ولا في. نعم. كذا اللي سببت لها هذه الأعراض. هي الأحسن أنها تكون عندها مرافقة نفسية، معناتها تروح عندها النفساني في كش عيادة قريبة لهم في العيادات متعددة الخدمات أو كذا، باش يخفف عليها هذه الأعراض. نعم. وينقص يعرفوا شنو هو السبب، علاش من متى بدا هذا، ويخفف عليها. فالاحسن الاحسن هي مرافقه نفسيه باش تخفف عليها، لانه نوبات الهلع كي يحدثوا لها راهي تتاثر هي ويتاثروا اللي حواليها. وان شاء الله نخصص موضوع خاص الخوف ونوبات الهلع وبعض انواع. نعم. الفوبيا ان شاء الله عند الكبار ان شاء الله. نعم. نكملوا في اسباب الامتحانات. القلق الامتحان قلنا عدم قدرات الماما واش متمكن من هذه الماده، ربما ما استعد لهاش كما يلزم. ايضا الانتقادات اللي يتعرض لها هذا الابن وتكلمنا عليها سابقا. ايضا تكلمنا عن القلق تاع الاولياء اللي راه اولادنا يتعداو. كاين اطفال عاديين تقولي له واش عندك، قلت عندي امتحان عادي، طفل عادي. نعم. المشكل وين راه؟ في البابات ولا في ليماتو؟ في بعض الامهات اكثر. صح. عندو الامتحان حتى هي كما نقولوا النوبات الهلع جوها يجوها هي اكثر ما يجوا لوليدها. نعم. والابن يا سيدتي راه يمتص، راه يشوف فيك، راه يسمع. نعم. راه يشوفك، راه يسمع. وهو صغير تلميذ السنة الأولى، تلميذ السنة الثانية، الثالثة، شكون احنا نقولوا ركب له الخلعة تاع الامتحان. نعم. ولا النوبات هذه تاع التوتر والآخر، الأم تاعو، لأنه يشوفها كيفاش تهدر معي، يشوفها كيفاش مقلقة، يشوف الرعاية كما نقولوا الحرص الشديد. نعم. لازم تاكل هكذا، لازم ترقد، وكأنه راهو رايح المعركة. والامتحان هو أكيد مرحلة انتقالية، هو. نعم. امتحان هذا راه يمتحن فيه هذه المعلومات اللي قراها خلال هذه. نعم. الأشهر فقط، ما راهيش حاجة اللي تخلع. ولا البعض الأمهات سقف توقعاتهم عالي جدا، لازم يجيب 10. أنا. نعم. كاين أمهات دلال كي جابوا وليدها 8 ضرباته. نعم. 8 على 10 يعني في الابتدائي. نعم. ما شاء الله. نعم. عادي. أكيد. ممكن حتى يجيب وليدي 6 لانه في هذاك النهار توتر ما عرفش. ناقشوا انا في الامر. نعم. هذا علاش على بالك يا وليدي علاش ما جبتش مليح، لانه ممكن كذا ممكن كذا ممكن المره الجايه نتجاوز. نعم. هذا. لكن احنا للاسف الامهات اذا ما جابش مليح تضربوا تعيط عليه تعاقبوا الى غير ذلك وبدون اسباب يعني. وهنا الطفل واش يولي يخاف الام تاعو اكثر من اللي يخاف الامتحانات. انا مع انه الطفل. نعم. هذا ندير له حدود وشجعه على ان يحصل على العلامات الجيده، انه نأنبه اذا ربما تهاون او كذا. نعم. لكن ماشي لدرجه كما نقولوا احنا بالعاميه تاعنا نركب له الخلعه. نعم. وشيء سلبي. نعم. نعم. وانه حفظوا راجعتم يوم الامتحان او توقعاتي لازم وليدي هو رقم واحد، هو اللي يجي الاول، هو يفوت الجاره، هو يفوت وليد اختي، هو يفوت كذا وغيرها. نعم. من التوقعات والمقارنات اللي للاسف شديد يقع فيها الاولياء. نعم. او بعض الكلمات السلبيه للامهات او للاولياء يديروها في الدار، راني خلصت لك ليكو، راني درت هذه التدميرات كما نقولوا، هذا الكلام. نعم. المدمر يدمر نفسيه ابني. أكيد. فيولي يدرس مكرها ويولي يحس انه باباه يعني درت لك يعني خلصت لك وجبت لي. وحنا تكلمنا في الاعداد السابقه عن. نعم. هذه النقطه، انه يجب ان يتحفز هو للدراسه. نعم. اكثر. من النقاط ايضا اللي مهمه جدا هي ايام الامتحانات، وربما مش فقط ايام الامتحانات، طيله الموسم الدراسي، المشاكل الاسريه. نعم. ياما اسر عندهم مشاكل اسريه وسبحان الله نهار يجوا الامتحانات يزيدوا. هل الام راح تغضبت كذا، المشاكل في البيت، الصراخ، الظرف. احنا ما نقول واش نقول لهم، فرج الله كربه كل اسره تعاني من مشاكل. صح. من ذائقه ماليه، لكن حاولوا نحتوي اولادنا في هذه الفتره تاع الامتحانات، نديروا شويه هدنه. نعم. نزلوا الرحمه في قلوبنا. نعم. لاجل ابنائنا، لانه ابنائنا يتاثروا. ياما ابناء تلقيه ما شاء الله، لكن الاسباب النفسيه والاجتماعيه والاسريه هي اللي خلات مردوده وخلات قلق تاع الامتحان تاعو زايد. اذا ما هي المحفزات التي تساعد على محاربة القلق؟ نعم، أولا نعرف قلنا المحفزات هي أول. نعم. شيء هو معرفة أسباب هذا القلق، علاش أنا نتقلق في الامتحان؟ كل طفل ولا تلميذ نعاونوه كأولياء. نعم، لدينا اتصال. نعم. مرحبا. من معسكر أم روضة، أهلا بك سيدتي. ألو. السلام عليك سيدتي، تفضلي. سلام، كيفك؟ هاي لبس؟ الحمد لله، شكرا. معك الدكتورة لإجابتك. نعم، تفضلي. بين نخبر بين شخصيك على بنتي. تفضلي ام روضه. بنتي راهي تفوت في حاله نفسانيه من هذيك المراحل مليحه،
خطرت راها تأمنيني شعرها ما خلات يجدح في ثانية راها تاكل ثاني اللوح ما حسيتها جدعت الحاجة. شحال السن تاعها؟ سنة ربحت الكاتريم راها برومي ثانوي. سنة أولى ثانوي. واه. وكيفاش بداو هاد الأعراض وهاد التصرفات اللي راهي دير فيهم مروطة؟ راهي هكا قريب هكا قولي قريب عامين ولا. نعم. وما ديتيهاش عند طبيب؟ ما رحتوش عند نفساني ثم ماش؟ ديتها عند طبيبة هنايا في السبيطار وقالت لي ما قالت لي حيت دخلت عندي قالت لي غير تبكي قالت لي بالك أنا فرضت عليها الخمار ما نعرف قالت لي زعما ماما فرضت عليها الخمار ولا. نعم. ما حسيتهاش بصح هذيك فرت من ناحية زعما من ناحية مع صحاباتها نورمال عادي تحس ما علاقتها هذه هنا في الدار ما فهمتش علاه راه تدير لي كما هذو التصرفات ما خلاتيش كاع في الشعر تاعها اللوح ثاني راه تقلع لي تاكله لي ما حسيتهاش. قصدك انها في الخارج عاديه تقرا عادي وراهي مع صحاباتها وفي المدارس الثانويه تاعها؟ الله كانت تجيب ب 16 ب 17 كانت معدل. والان ايضا راهي في الثانوي كيف اي تقرا مليح هاني نتابع فيها مازال زمان راه مازال نتفوصل معاه وسنة زمان ما جاب ما نقولكش بلي اختي جابت لي الكاتريام جابت لي قولي 12 ما شاء الله يعني ربي يوفق ان شاء الله يا رب. آمين. نحاول نجيبك ام روضة لانه لازمنا ممكن نعطيك اكثر ولا تفاصيل اكثر هي ربما فكر اللي بالك سمع انت اللي دكتورة بالك سمع حتى انا مطلقة بالك زمان من ناحية بوها حراها بعيد على ابوها ما حسيتش. نعم ان شاء الله احسن الله عونك ان شاء الله في تربيه ابنائك ام روضه ان شاء الله يا رب. نعم ان شاء الله يا رب. شكرا سيدتي. نعم ان شاء الله تفضلي. ام روضه ربما من تعاني ربما ما تحدي مع ابنتها المراهقه اللي راهي تعبر عن غضبها ربما عن عدوانيتها لانه احنا المراهقه تاع الابناء تاعنا تختلف كل واحد كيفاش يعبر كاين اللي ينطوي كاين اللي يولي عدواني كاين اللي يدير تصرفات هي راهي تقول لك دير بعض التصرفات ربما تعبير عن رفض الله اعلم هي اشارت الى انها فرضت عليها الخمار بطريقه وباسلوب اللي خلاها تعبر كذا ربما لمشاكل اسريه وهي اضافت لنا انه ما في حاله طلاق. نعم. نعم ربما هذه تعبر عن غضبها عن عدوانيتها تريد اثاره اهتمام امها تحب توصل رساله للام تاعها برغم انه قالت لك انها في الخارج يعني عادي. نعم فهذا تعبير وسيله من وسائل التعبير ربما نقول لك سيدتي انه تحتويها اكثر تتكلمي معها اكثر تقربي لبنتك اكثر لانه في مرحله حساسه وانه كي تتكلمي معها مش انه وعلاش راكي ديري هكذا وما يرتفع الصوت لا انما تكوني هاديه وتحتوي بنتك باقل كما نقولوا بما استطعتي لانها في مرحله كما نقولوا احنا تحتاج الى الحب الى الحنان نفهم على الاقل انت كأم تفهمي وش بيها اصلا بدات الام ام روضه تحلل وتقول لنا واقيل هكذا واقيل هكذا فعندك هذوك الاحتمالات نعم. حاولي انك تناقشي مع بنتك حاولي شخص قريب ليكم في العائله مصدر ثقه ويكون شخص ايجابي وشخص ثقه وامن يتكلم معها كوسيط ربما مع وحده من استاذاتها ربما والاحسن يا ريت تكون مرافقه نفسيه ونفسانيه لانه الطبيب ربما ما حش تلم ما فيش مشاكل عضويه الى غير ذلك لكن لعل تكون مشاكل نفسيه فالمرافقه النفسيه راهي تساعدها هي وتساعدك انت ان شاء الله وتكون مرحله عابره وفقط ان شاء الله يا ربي باذن نعم الله. نعم نكمل في الحديث نكمل نرجع لقلق الامتحان هناك ايضا بعض الشخصيات القلقه الطبع قلق يعني نعم. وهنا مليح الامهات ينتبهوا لابنائهم انت هذا وليدي الى جا الامتحان يولي متوتر بهذيك الطريقه وما يتحكمش في نفسه ويديه يرجفوا نبضات القلب يعني بطريقه نعم. فانا ننتبه هل ابني شخصيه قلقه ام لا باش نعاونه لانه هذا وليدي راح يكبر ممكن في الابتدائي راه في السويم بصح وجاي وباك راه جايته جامعه الى غير فانا انتبه الى مثل هذه الامور نخفض سقف التوقعات تاعي وان ارافق ابنائنا في هذه المرحله مرافقه الامنه المرافقه المحفزه المشجعه تكلمنا الايام الماضيه عن الشروط اللي لازم تكون احنا اليوم ربما في قبل ما ينتهي لنا الوقت
نتكلم على إدارة قلق الامتحان. عرفنا الأسباب، عرفنا أنه ممكن يكون في أنا كولي، ممكن وليدي هو طبعه قلق ما استعدش مليح، فننحي كل هذه الاحتمالات. بعدها نروح لما يقربوا أيام الامتحانات، ودائما وجه رسائل ابني ما تتأثرش بما يقال حولك من زملائك، نعلموا باللي أصابع أيدينا تختلف، أنت وخوك وأصدقائك ما تتشابهوش، كل واحد كيفاش يتعامل مع الامتحانات. كاين اللي يتعامل بخوف بتوتر، أنت ماشي تمتص تكون هذيك الإسفنجة اللي تمتص التوتر تاع الجميع وبعد يولي فيك، وفي الأخير لما تتعامل مع ورقة الامتحان تتوتر. صح. نصائح لكي تساعدني على إدارة قلق الامتحان هي أيام الامتحانات. احنا تكلمنا عن التغذية، عن النوم المبكر، تكلمنا عن المراجعة الجيدة اللي تكون دائما مش حتى الدقيقة الأخرى، أهمية النوم المبكر، الاستيقاظ باكرا، الملخصات اللي نديرو هذه كلها راهي تساعدني. تكلمنا أيضا في العدد السابق عن ورقة الامتحان، وأنا لما ندخل قاعة الامتحان وكيفاش نتعامل مع ورقة الامتحان، أني لما نشد الورقة تاعي نقرأ من البداية للنهاية. هذه نعود النصائح في عجالة، من البداية للنهاية، التمرين الأول الثاني، اقرأ كل الأسئلة. وأيضا لما يكونوا يوزعوا في الأوراق، أنا نصيحة لأبنائي، ماشي نترك في الصف الثالث وتشوف الصف الأول وش طاح لكم. وهذه هي من التصرفات اللي عند أبنائنا، تبدو لنا تصرفات عادية وتصرفات تافهة، يعني ما عندهاش معنى، لكن صدقيني دلال أنه عند بعض الأبناء راهي تحدث الفارق. لأنه هو رهنا قاعد في الصف الثالث يشوف الصف الأول طحنا ذاك الموضوع، طحنا ذاك التمرين، بهذه اللغة يتكلموا أبنائنا. فقبل ما تجي ورقة الامتحان قلبه خلاص، يديه يرتشفو، يبدا يتعرق، ما يقدرش يركز. معناتها يا ابني ويا ابنتي راك خلعت روحك قبل ما تلحق عندك الورقه، او تسقسيهم واش طاح، ولا هو ربما يوزعوا في الاوراق وهو راسه راه يشوف لي سوجي كيفاش راهم يتوزعوا، او طاحنا جدول، هاي طاحت خريطه. فيا ابني ويا بنيتي، لما يوزعوا اوراق الامتحان هذه السلوكات وهذه التصرفات تساعدك باش تخفف القلق والتوتر. ما تشتتش التركيز تاعك، ما تحوش تعرف واش طاح، حجيك الورقه، حجيك السوجي تاعك، تقراه من البدايه للنهايه، وانت تقرا ممكن تجيك اجابات او افكار، سجلها على المسوده. تحكم في الوقت لانه هذا مهم جدا. نعرف شحال عندي مدة الاختبار، ساعتين ولا ساعة ونص، هذا مهم جدا. إدارة الوقت، يا ما التلاميذ ربما ما يعرفش يجيري الوقت تاعه، تدرب سابقا في البيت أنه مثلا شد سوجي تاع ساعة تحلو في نص ساعة، هذا راه يعاونك، لأنه البعض يقول لك سوجي طويل ما يكفينيش وقت، يبدأ يوتر في نفسه. نعم. وتكلمنا أيضا في العدد السابق ونذكرها دائما بأهمية التنفس الاسترخائي، أهمية الأذكار. نعم. قراءة القرآن، أنه نحط رجلية في زوج على الأرض، ماشي نبقى نهدأ من روعي بما استطعت حتى نبدأ أستلم موضوع الامتحان ونبدأ في التمرين الأول ثاني ثالث. نبدأ بالأسئلة السهلة والصعبة، حتى إذا صادف أنه موضوع ما تناولتوش ولا ما عرفتوش ما نتقلقش، نقول يلا نبدأ بالسهل ثم أعود له. أتحكم في الوقت، حتى لما الأستاذ يبدأ يقول لنا يبقى تلكم كذا، أنا يهمني هذا الأمر، ماشي تحس تعتبرها تهديد، لأنه ياما تلاميذ يقول لي أستاذة يقلقوني أنا، الأستاذ كي نسمعوا يهضروا على الساعة يهضروا على الأخر، خلاص ما نتحكمش في نفسي. حاول أن تعزل نفسك وتركز نفسك مع الموضوع تاعك، وتدرب على هذا في البيت. ربما نحل سوجي وأخوي الصغير راهو يلعب، هي صعبة ولكن حاول نتدرب على هذا الأمر حتى أستطيع التركيز بما استطعت. ربما من النقاط المهمة هي كي نكملوا الامتحان تاعنا وحليت التمارين كامل، بعض أبنائنا يشوفوا التلاميذ بدأوا يخرجوا يتقلق راهم كملوا. وهذه النصائح نمدوها لأبنائنا الكبار اللي راهم يشوفونا، ولا الأمهات باش هما يعلموا أبنائهم. يقول لك بداوا يخرجوا القسم فرغ، بقينا زوج ولا ثلاثة، خلاص الوقت، أنا لازم نكمل. أو من الأفكار الخاطئة عند الأبناء أنه اللي يخرج الأول هو الشاطر. صح. أو نخرج باش نراجع المادة اللي من بعد، هذا لا يا ولدي. فأهم حاجة أنه نحط السيالة تاعي، نعاود نشد من نرتاح مدة 5 دقائق. لما أنه بعض التلاميذ وربما احنا صارت لنا دلال، لما نخرج نمد ورقة الامتحان نمدها للأستاذ ولا نخرج عند الباب نتفكر نقول يا صح ولا غرجاني الجواب. صح. لأنه احنا نجاوبه في الامتحان من بعض الأشياء ما نعرفوهاش أو تتلفنا أو ننساها، لكن سبحان الله لما نسلموا الورقة للأستاذ أو نخرج من الساحات نقول على وصلت لنا، يعني في كل مراحل حتى في الجامعة جينا الإجابة. لماذا؟ لأنه دائما أنا أقولهم الأبناء أنا ونحن في قاعة الامتحان وكأنه مبسط لهم هذا الشكل، كأنه الدماغ تاعنا راه مزير لأنه راه في عمل، راه في ضغط الامتحان، بمجرد أنه نسلم الورقة الدماغ تاعنا بدأ يترخى، فيبدأ يجوني المعلومات اللي خزنتها اللي راجعتها. لذلك مهم قبل ما تخرج وتسلم الورقة تاعك للمعلم ترتاح دقيقتين 5 دقائق، تحط راسك، تخربش، تقرأ أذكار، مهم ترتاح
دقائق معدودة ثم تعاود تشد الورقة تاعك، أعطيت فرصة للدماغ تاعك حتى يرتاح حتى يعاود يسترجع، وتبدأ تراجع من الأول للآخر. تتركز أيضا يا ابني على الترقيم تاع الأسئلة، منسج سؤال، ربما بعض الأبناء تاعنا يحاول يتحايل، ربما سؤال يجاوب بطريقة ويزيد يجاوب يعطيله زوج إجابات ويقول لك الأستاذ خير الإجابة الصحيحة، هذا من الأخطاء. فهنا نعلم أبنائنا تقنيات التعامل مع ورقة الامتحان. حتى كي تخرج يا ولدي ولا يا ابنتي من قاعة الامتحان، ما نوترش روحي وروح نفتح الكراسة ونشوف إلا جبتها ولا ما جبتهاش، لأنه كلنا نديروها. وحتى إحنا ككبار عندنا هذاك الفضول، لكن مليح أنه نخفف، خاصة إذا كان عندي امتحان ثاني، ربما كلام تاع الزملاء تاعنا إلى غير ذلك يأثر على معنوياتي في الامتحان المقبل، خاصة إذا عندنا امتحان صباح وامتحان العشية، وهذه تفيدنا حتى في الامتحانات النهائية. لذلك مهم جدا أن نحسن إدارة وقت الامتحان ونتدرب عليه. هذا وش راح يعاوني؟ راح يعاوني في خفض القلق. نعم. لأنه إحنا ياما من الأسباب اللي تأثر علينا وتزيد في التوتر تاعنا هي أنه ما حشك فيني الوقت، سوجي طويل ما كفانيش الوقت، ولا بمجرد أني نشوف ورقة الامتحان ريكتو فيرسو خلاص يبدأ التوتر ويبدأ الأدرينالين يرتفع وتبدأ بعض العلامات. ومهم جدا نفهموها لأبنائنا وللأمهات أنه بعض الأعراض الجسمية عادية تظهر نتاج لأنه كان هرمونات طلعوا بس كنت قلقنا شوية في الدقائق الأولى ثم تنخفض. نعم. نشرب الماء كثير حتى في يوم الامتحان أيضا، التنفس، الاسترخاء، هذا كل هذه الأمور نحاول نحتوي نفسي، وأنه سيكون امتحانا عاديا، هو جزء من الحياة، جزء من المشوار الدراسي. نعم. مش حاجة تخوف، ما راش هذاك الغول، ما نركبش لولادنا يا أمهات الله يجازيكم هم صغار من الابتدائي نركبوا لهم الخلعة تاع الامتحان. نعم. العكس تماما، في يوم الامتحان يكرم المرء أو يهان. إذا تعبت يا ابني وأنجزت طيلة هذه الأيام سوف تنال الجائزة تاعك، سوف تنال النقطة اللي راك حبها. لكن قد يحدث أحيانا أنه قد نمرض، قد نتعب، قد أنه ننتكس، اليوم ما جبناش مليح مثلا في الفروض، يعني إن شاء الله في الامتحانات أحسن. فتكون دائما عندنا تلك النظرة التفاؤلية إن شاء الله. وياريت الأمهات نختم بهذا، واجب منزلي أنه تقرأي أيتها الأم وحتى لأولادك أو يشوفوا فيديوهات كيف ندير الامتحانات، كيف نتحكم في قلقنا إلى غير ذلك، حتى نثقف أنفسنا ونتدرب على هذا أكيد إن شاء الله. وبالتوفيق للجميع. نعم. إن شاء الله، إن شاء الله نحاول نكون في هذه الأيام أو في هذه الأعداد أعطينا بعض النصائح والتوجيهات ترافق أبنائنا في مشوارهم الدراسي. شكرا سيدتي الدكتورة فاطمة زهر أحرابي على كل هذه المعلومات والتوصيات. نسأل الله تعالى أن يوفق أبنائنا لهذه الامتحانات المقبلة. شكرا لك. نعم. من موجبات استجابة الدعاء أن نذكر الله كثيرا ونسبحه.
والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. وبالتأكيد فالبشرية في الوقت الذي نزل فيه القرآن لم تكن تمتلك التلسكوبات الموجودة في عصرنا الآن. ولم تكن المعرفة الفلكية والفيزيائية متوفرة كما هي اليوم، ولذلك كان من المستحيل علمياً إثبات أن الفضاء قد زود بالمسالك والمدارات أو الأفلاك، ومع ذلك فقد كان هذا الأمر معلناً لنا في القرآن الكريم، وكيف لا والقرآن كلام الله عز وجل، فسبحان الله. سبحان الله، سبحانك ربي، سبحانك، سبحانك ما فاستبقوا الخيرات. يبث عليكم كل يوم اثنين بدءا من 9 مساء. أهلا بكم مشاهدين، أنتم في رحاب برنامج سلام عليكم ضمن برامج قناة القرآن الكريم، وتتابعون الليلة برنامج فاستبقوا الخيرات مع الزميل أحمد واشم في هذه، والذي يبدأ على الساعة 9، ومع ركن ضيفي الصباح نتناول موضوع إعلان اتفاقية حقوق الطفل. نرحب بضيفتنا لهذه الصبيحة السيدة نوال بالعربي، وهي ممثلة عن الهيئة الوطنية لترقية حقوق الطفل. أهلا بك سيدتي، كيف حالك؟ وبك أهلا، شكرا على الدعوة. نرحب نعم. بكم، نرحب بجميع المشاهدين اللي راهم يشوفوا فينا. نعم عبر قناة القرآن الكريم. نعم شكرا. الجزائر في هذا اليوم وكغيرها من دول العالم تحتفي بإعلان اتفاقية حقوق الطفل، لو تحدثينا عن بدء هذه الاتفاقية تاريخيا. نعم، اتفاقية إعلان عن حقوق الطفل هي صدق عليها في 20 نوفمبر 1989، يعني هنا تمت المصادقة رسميا. هي مقبل كان كلام على حقوق الطفل، كان كلام على الحقوق المهضومة اللي انهضمت في هذاك الوقت، لأنه احنا معروف باللي العالم سختو في خلال الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، تقتلوا كثير من الأطفال، تشردوا، انتشرت أوبئة في التاكة، دات بأرواح الأطفال، كثير من الأطفال في كل القارات، سواء في أوروبا اللي كانت هي أرض الحرب العالمية الثانية والأولى، وكذلك في إفريقيا، في آسيا، في الأمريكتين، الأطفال ماتوا وبيدوا، مرضوا، انتشرت أمراض كما قلت أوبئة في التاكة، دات بأرواح الأطفال. بدأت حديث يدور حول حقوق الطفل، حقوق الطفل، جمعيات، هيئات يهضروا. في 20 نوفمبر 1989 خرجوا قادة وزعماء الدول، الكثير من الدول، وأعلنوا على حقوق الطفل، يعني اتفاقية حقوق الطفل. نعم. بالمعنى أنه كاين حقوق ومبادئ لطفولة ما لازمش نتجاوزوها، ما لازمش نجوزوا عليها. ومنذ ذلك اليوم والعالم يعني يحاول انه يحمي حقوق الطفل.
نعم، الجزائر أمضت على هذه الاتفاقية نعم كغيرها من الدول. نعم. أكيد، ونذكر ونقول باللي أهم المبادئ اللي جت بها هذه الاتفاقية هي أول مبدأ هو الطفل، حق الطفل في العيش، العيش الكريم، حق الطفل في العيش الكريم، تحقيق المصلحة الفضلة للطفل. يعني احنا المهم الطفل هذاك تتحقق له المصلحة الفضلة تاعه، ما يهمش إذا كان مسلم ولا مسيحي ولا أسود ولا أبيض ولا كذلك. رقم ثلاثة وهو مبدأ مهم هو عدم التمييز بين الأطفال. الرقم أربعة وهو الحاجة يعني الجميلة جدا وأنا اللي أصلا المبدأ اللي نحبه بزاف، وهو يخلوا الأطفال يبدوا بالرأي تاعهم ويشاركوا كيفهم كيف الكبار. وبصح للأسف الشديد يعني وحنا نشوفوا هذه المبادئ كي نشوفوهم ونقراوهم نفرح وقلبنا يفرح. نعم، نعم ونقولوا الحمد لله راه كاين قانون يحمي أطفالنا، ولكن للأسف الشديد يعني واش رانا نشوفوا في الآونة الأخيرة؟ ما كاش هذا يعني مجرد حبر على ورق. واش رانا نشوفوا في أطفال غزة؟ حتى وإن كانت اتفاقية عالمية هي عالمية. نعم، نعم. ولكن واش رانا نشوفوا الأطفال غزة؟ ما كاش هذا الشيء. يعني اليوم هو 45 يوم مازال مستمر القصف والاحتداء الوحشي من طرف الكيان الصهيوني على أطفال غزة. يعني العدد مهول وكبير وعمره ما يعني عمره ما كان هذا الرقم، 5000 طفل توفوا. ما نهضروش على الأطفال اللي بقوا حيين لأنه مساكن حياتهم راهي تعتبر ما يعني ما كاش، راهم يفتقرون في حالات مزرية في المخيمات، يفتقرون الأدنى متطلبات الحياة الصغيرة، أكل وشرب ولبس. يعني مع الجو يعني بدأ يبرد شوية ناهيك. احنا ما نهضروش الان على حقوقهم اللعب والتعليم، ابسط الحقوق التي هذيك ولات ما كاش. نعم. حتى التعليم والصحه اللي هي نورمال يعني نورمال حقين يعني لازم يمارسهم كل طفل ما كاش. يعني للاسف الشديد لهذا احنا نتمناو يعني من خلال هذا المنبر انه يكون يعني توقف والتفاته. نعم. من طرف العالم كامل ويتوقف هذا العنف ضد اطفال غزه ان شاء الله. نعم ان شاء الله نتابع واياك تقرير حول الموضوع، حول اتفاقية حقوق الطفل مع الزميلة إيمان بوساق. بمناسبة اعتماد اتفاقية حقوق الطفل العام 1990 اختير يوم 20 نوفمبر كيوم للطفل العالمي نحو تعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم وفسح المجال للدفاع عن حقوقهم. وتتضمن هذه الاتفاقية حق كل طفل في العيش في عالم يسوده السلام وإشراك الطفولة وأخذها بعين الاعتبار في جميع القرارات التي تؤثر عليها. الجزائر من خلال المجلس الوطني لحقوق الإنسان تولي أهمية بالغة لحماية الطفل وترقية حقوقه من خلال تكييف القوانين مع مجمل التزاماتها في هذا المجال. وتدخل الهيئة الوطنية لحقوق الطفولة ضمن مخطط الدولة في تعزيز حقوق الطفل والتنسيق مع الهيئات المكلفة برعاية الطفولة ووضع آليات للإخطار ميدانيا في حال تعرضهم للعنف. ومما لا شك فيه أن اتفاقية حقوق الطفل لا نجد لها نورا مع أكبر انتهاك لحقوق الطفل الفلسطيني في أبشع عملية تقتيل. ونرجع زميلتي السيدة نوال بالعربي للحديث عن إمضاء الجزائر حول هذه الاتفاقية. نعم أكيد، الحمد لله الجزائر من الدول الرائدة والسباقة في الحفاظ على حقوق الإنسان عامة وحقوق الطفل خاصة، وصدقت الجزائر على هذه الاتفاقية يوم 19 ديسمبر 1992 والحمد لله. يعني هي من هذيك اللحظة والجزائر تكرس قوانين ويعني من أجل حفاظ حقوق الطفل وباش إن شاء الله تعزز العيش برفاهية للطفل كل طفل إن شاء الله. من الجانب التشريعي خصصت الجزائر مواد قانونية وخصصت قانون يعني خاص بحماية حقوق الطفل اللي هو قانون 15-012 واللي ينص على حماية الطفل من كل
أشكال سوء المعاملة اللي يتعرض لها سواء من طرف الأسرة تاعو يعني وين يعيش في الأسرة تاعو أو من يعني كل أشكال العنف اللي يتعرض له الطفل. حماته القانون الجزائري حما الطفل اللي هو أكيد دون سن 18، احنا كنقولوا طفل يعني دون سن 18 يعتبر محمي حتى من الأسرة تاعو. راني نقول كذلك التعليم يعني الحمد لله تعليم مجاني في الجزائر، وهذا الشيء ما نلقاوش في دول كثيرة يعني الجزائر أقول دولة عربية وإفريقية يعني اللي تحفظ، ماشي أول ولا كاين دول ولكن من بين الدول السباقة اللي تحفظ حقوق الطفل مجانيا. إلا الصحة الحمد لله نشوفوا باللي الأطفال يديروا اللقاحات تاعهم يعالجوا مجانا. كذلك الحق الطفل في ممارسة هواياته نشاطاته، حق الطفل في يلعب يلهو ما يتميش. نشوفوا بلي الطفل يعني سواء كان من الصحراء ولا من الشرق ولا من الغرب كله جزائري ما يتميش، يروح في أي مدرسة ينخرط يدرس عادي. كذلك إبداء الرأي والمشاركة الحمد لله يعني كاين الآن أطفال العملية فات الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة دارت مسابقة جميلة جدا، وهي أنه وظفت أطفال صغار سفراء الجزائر يعني يهدروا في الجزائر وخارج الجزائر. يعني تشوفيهم هم في سن صغير يعني 13-14 يدافعوا على حقوقهم، يدافعوا على حقوقهم يعني يبدوا الرأي تاعهم، يمدوا حتى هما أفكار لما لا. يعني الحمد لله الجزائر يعني راهي تسعى ورانا نشوفوا هذا الشيء الحمد لله. نعم، وننوه بجهود هيئتكم الموقرة في خدمة حقوق الطفل. أكيد. ومن بين الأشكال اللي كاين في الجزائر لحماية بعد الجانب التشريعي والقانوني كاين الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة الحمد لله، وأنا موظفة في هذه الهيئة الجميلة اللي احنا نعتبره باللي قبل يعني هذاك الجانب الأجرة ولا هذاك نعتبر انه حاجه يعني صدقه، نعتبر انه اجر من عند ربي لاننا رانا نخدموا مع احباب الله. نعم. الحمد لله الهيئه الوطنيه لحمايه وترقيه الطفوله تسعى وتسهر. نعم. على حمايه حقوق جميع الاطفال من خلال الخط المتوفر الأخضر المجاني 11-11 اللي يقدروا يتصلوا بين العائلات وقت ما يعمل يعني 24 ساعة ل 24 ساعة. نعم. نعم. وسائر أيام الأسبوع. نعم. نحمي يعني كل يعني أسرة حتى وإنه نعم كل يعني خرق يعني يحتاب يشوفوه خرق في حقوق أولادهم ولا أولاد جيرانهم ولا يعني عائلتهم. نعم. ولا يتصلوا بنا عبر هذا الرقم 11 الأخضر 11-11 وإحنا ندخلوا للحماية. عندنا حماية قضائية وعندنا حماية اجتماعية يعني على حسب لوكات اللي جالينا الاتصال اللي جالينا. نعم. زيادة على الاتصال عندنا استقبالات، عندنا بريد عادي وعندنا بريد إلكتروني. نعم. وأيضا الجانب النفسي مهم في حماية حقوق الأطفال من خلال هيئتكم. نعم. أكيد احنا في الهيئة الداخل في الهيئة عندنا تلقاي الجانب القانوني وتلقاي الجانب النفسي، نوجه به العائلات ننصحوهم نرشدوهم لأنه الجانب النفسي هو يعتبر يعني مهد الإنسان. طفل صغير إذا كان يعني نفسيته ما كانتش مليحة وتعرض لضغوطات وما عاش مليح كبت يعني هذا الطفل كي كان صغير يعني لا قدر الله تحرشوا به ولا راح يعني هو يكون عبارة على يعني شغل إنسان نقولها سمحي لي بهذه العبارة منحرف في المستقبل لأنه. هذا الإنسان الجانب النفسي تاعه هو أصلا راهو مضرور يعني متضرر محطم يعني كيفاش راح يكون إنسان في المستقبل إنسان سوي إنسان نستناو منه أنه ينفع المجتمع تاعه. هذا الإنسان يعني راح ما ينفع لا نفسه ولا ينفع المجتمع تاعه. لهذا حقوق الطفل كي تكون نسيو كل الجهود يعني كل المصالح تشترك في الحفاظ على حقوق الطفل هنا رانا نضمنوا جيل يعني مثقف جيل سوي ينفع الأمة تاعه إن شاء الله في المستقبل. نعم. وكلمة أخيرة بمناسبة الإعلان العام لحقوق الطفل. نعم.
أكيد أنا نقول باللي نهضر على يعني الهيئة الوطنية لحماية ترقية الطفولة، نقول باللي السيدة المفوضة مريم شرفي يعني ما شاء الله عليها، والله غي تسهر دائما على الوقوف وحماية وحقوق الطفل. وكذلك أنا نتمنى كأخصائية نفسانية أنه نديروا كامل الجهود تاعنا باش إن شاء الله نحافظوا على حقوق الطفل من أجل الحصول على مجتمع مثقف وراقي وسوي. آمين رب العالمين، وندعو الله تعالى أن يخفف على أبنائنا في الأراضي الفلسطينية. آمين يا رب العالمين. شكرا لك سيدتي، نلتقي في مواعيد أخرى إن شاء الله تعالى. إن شاء الله مشكورة. مشاهدينا نأتي إلى ختام برنامج سلام عليكم. السلام عليكم. صباح النسيم بعطر الهدى وشوق النعيم وقاطر الندى، سلام عليكم، عليكم سلام، سلام.